الاتجاه بالمبادرة الثانية هو أن نتجه إلى مرشحين، مرشح من كل فريق. بما أنه الفريق فريق الممانعة قرر من هو مرشحه، فريق المعارضة يجب أن يقرر أو أن يتفق على مرشح واحد. نعم. ومن ثم نذهب إلى الانتخابات. أن هذه المهمة المستحيلة منها. كأنه حضرتك تكفلت فيها. شوفي، من بالواقع من مهمة مستحيلة. البداية جيدة. صار في اتصال مع عدد من الأفرقاء من المعارضة. ما رح أقول لك لحديث هلا، بس انه عم يتظاهروا بالاعلام اوقات. صحيح. قديه صار لك؟ صار لك يومين بتعمل نوعا او ثلاث ايام جولات واتصالات. أيضا. جولات واتصالات مع كل الافرقاء للاتفاق على مرشح واحد. نحن عندنا لائحه بعشره اسماء نقدمها لكل رئيس كتلة أو من الأفرقاء الموجودين في المعارضة للاتفاق. نعم. على الاسم واحد. على أي أساس وضعت هذه الأسماء؟ على أساس الأسماء المتداولة في الصحف، يعني ما عم نخترع أسماء جديدة، عم نطلع بالأسماء يلي هي عندها إمكانية للوصول، ونسأل كل فريق على انتقاء اسمين أو ماكسيموم ثلاثة من هيدول، ونعمل بالآخر كروس سكشن لحتى نشوف من هو الاسم الذي يتلاقى مع كل الأطياف، ونعود ونقدم الاسم الذي فاز أو الاسمين يلي فازوا إذا بدك، لحتى ننتقي منهم اسم واحد يواجه المرشح الآخر. نعم. أنت بتعرفي ست كلارا أنه هناك توازن سلبي في المجلس النيابي. صحيح. بهالتوازن السلبي نحن عندنا تقريبا 40 ل 45 نائب معارض و 40 ل 45 نائب ممانع، وهناك المترددين يلي هن حوالي 30 ل 35، يمكن يوصل لل 40 نائب حتى. مترددين من المستقلين او من باقي الاحزاب ايضا والكتب. من بعض الاحزاب الاخرى والمستقلين والتغييريين الى اخره. فواجب المرشح من أي فريق. نعم. هو أولا إقناع فريقه بعدم تعطيل النصاب، وهيك بنضمن أنه لن يكون هناك إسقاط للنصاب في أي جلسة انتخابية، وثانيا إقناع المترددين بالتصويت له، وبصير لعبة ديمقراطية، يلي بيقدر يحظى على أكبر عدد من المترددين سيكون رئيس للجمهورية. وبهالطريقة هيدول المترددين هم من سيقرر من هو رئيس الجمهورية المقبل. نعم. يعني بعتذر أولى، بس هذا في النظام الديمقراطي حيث الشعب النواب يحترمون الشعب أقله، حيث يؤخذ بهذه الطرق الراقية فعلا. نحن بلبنان بتنطبخ بالليل وبتطلع بالنهار وبمشروع بالقوة مين ما كان. كيف عم تقدر تضاين إذا بدي أقول لك، أو كيف عم تقدر تتواصل معهم وإنت يمكن عارف أنهم معقول يكونوا ما عم بيقولوا لك الحقيقة أقله؟ ولوين برمت كمان بدي أعرف تحديدا عند أي كتل شفت حتى الآن؟ يعني ما ذكر في الإعلام من التحركات اللي عملناها شملت كتلة القوات اللبنانية، شملت النائب جبران باسيل، شملت حزب الكتائب، وهلأ رح تشمل كتلة التجدد، وصار في حديث مع بعض التغييرين وبعض المستقلين، ورح نروح لكتلة الاعتدال أيضا، يعني لحتى وكتلة التشناك، لحتى نوصل إلى قواسم مشتركة لمن سيكون الفائز بلقب المرشح من هيدي من المعارضة. نعم. ولكن بالنسبة للي قلت لك انه نحن بنعرف انه بتطبخ يعني بمصالح وبمحاصصات هذه الانتخابات الرئاسية، كل الانتخابات، ولا مرة كنا ديمقراطيين هالقد. كيف رح تواجه هالموضوع؟ انا بعتقد انه وقت المسرح انتهى، ولبنان ما بقى يحمل. نحن في انهيار تام. ذكروا لنا برا بالدول يلي نحن زرناها انه عليكم
أن تلبنوا الاستحقاق الرئاسي، عليكم الانتقال من الفصل الأول من المسرحية حيث قمتم ب 11 جلسة ولم تصلوا إلى نتيجة، إلى الفصل الثاني من الموضوع إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وبها الفصل الثاني ما لازم يكون فيه شعارات، ما لازم يكون فيه أوراق بيضاء، وطبعا ما لازم يكون فيه إسقاط للنظام. هيك قالوا لكم برا؟ هيك طلبوا، يعني طلبوا مين تحديدا؟ الأمريكان والاتحاد الأوروبي اثنيناتهم موافقين على هذا الرأي، أنه هذا شأن لبناني، هذا شأن لبناني، واستعملوا الديمقراطية التي تؤمنون بها. نعم، رح نحكي عن هذا الموضوع، بس ما تنخلص موضوع المبادرة، هل التقيت بالنائب السابق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي؟ نعم، قبل ما نروح لواشنطن التقيت فيه، هو موافق على كل التحركات اللي عم نقول فيها كمان. نعم، في كان حديث بالصحف انه وجهتم من قبله بنوع من الرفض لهذه المبادره، قد ايه صحيح؟ منه صحيح، على الاقل انا لم يبلغني الوزير وليد جنبلاط بهذا الامر. كل اللي عم بيصير انه نحن نتواصل، بتعرف في هناك اوقات بعض التباين في وجهات النظر، ولكن لم يكن أي تباين بوجهات نظر بيني وبينه، بين المبادرة أو بين بالأسماء. طبعا بحثنا الأسماء وعم نبحث الأسماء مع كل الكتل، وهيدي الأسماء بدها تضلها سرية، بعدها سرية ورح تضلها سرية لتأمين نجاح المبادرة. نعم، بالنسبة إلى الأسماء، حكي بنداء الوطن من يومين أنه تم تظهير اسم صلاح حنين، ولكن من هذه الأسماء أنتوا توصلتوا لاسم صلاح حنين أو هناك خطأ ما بطريقة يمكن؟ لا، أكيد لا، نحن لم نصل بعد، ما يعني نحن مش منيحة منا أنه نعلن أي اسم قبل ما تنتهي الاتصالات مع كل الأشخاص. فبعتقد هذا كان تحليل وما كانت معلومات، تحليل من الكاتب، تحليل من كاتب المقال، بس ما كانت معلومات ابدا. صلاح حنين موجود اسمه، انه صلاح حنين موجود بلائحه العشره اللي نحن طارحينها، وهناك اسماء اخرى لن اذكرها اليوم، ولكن في اسماء اخرى. هلا عنا حشريه نعرف، بدي اسالك، حر يعني عندك الحريه الكامله انك تجاوب او لا، سليمان فرنجي موجود بهذه اللائحه؟ سليمان فرنجي مرشح من نعم. تاني ميلي يعني موجود. أيه. أكيد موجود، اسمه مطروح موجود. نعم. قائد الجيش موجود بهذه اللائحة؟ هلأ رح تعرف اللائحة كلها إذا كفينا هيك. طبعا قائد الجيش موجود، هو من الأسماء المطروحة واللي نحن بنحترمه كتير. في أسماء جديدة لم تذكر، أكان ببكركي أو من قبل باقي الأطراف؟ كركي ذكرت لائحة أطول من اللائحة صحيح. اللي نحن عم نحكي فيها، ولكن لائحة يعني هي هاللائحة من ضمن يمكن لائحة بكركي، مستندين عليها تقريبا، مستندين عليها. بس كتار الأسماء، في مباركة من غبطة البطريرك بهالمسعى. نعم.